لكن قلنا ما حررناش، لكن جينا وحبينا وصلينا وناجينا، وكان الحلم في قلوبنا نحررها وبايدينا ما حررناش. لكن بكره اللي جاي بيقول هتتحرر، اكيد الناس هتتغير، واتمنى يكون بالكلمه مش بالسيف. صحيح الياس احيانا بيندهنا يا ناس، العتمه مجنونه، لكن بالصدق هنكمل ما دام الكلمه مسنونه. هتقطع في ظلام الليل وتحرق قلبه جيل ورا جيل، هنتكلم ونملى الدنيا بالاشعار، وتقف الكلمه في الميدان وتضرب وسط ضرب النار. هنتكلم بيتألم جدار الظلم من صوتك بيتصدع، هنتكلم وهنبدع، هنرسم له الكلام احلام على الحيطان، هنعزف له الكلام انغام ونعمل له الرصاص الحان، هنبني بالكلام مبنى ونعمل بالكلام اهرام، وخليه يحرق الكراس وخليه يحبس الانفاس وخليه يحفظ الحلم اللي طارح في عيون الناس. هيفضل صبرنا يكبر وشوف مين اللي هيسلم. هنتكلم هنتكلم هنتكلم.